الغابة دي ملهاش آخر ولا إيه؟ النبي يا رب أي طريق عمومي ولا محل عصير، أي حد يساعدنا. يا هناء! هناء! بحر تاني! بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده، دي عروسة البحر دي ولا ايه؟ عروسة البحر، هسألك على حاجة بس ما تخطفنيش وتغرقيني والنبي. You from here? I was in plan. You understand me باربي اوف سي ولا ايه؟ I was in the plan. But plan for sorry is تش في المية. تش ايه يا عم انت بقى؟ عم انت؟ انت تتكلم عربي. انت ساكنه هنا طيب؟ انا كنت معاك في نفس الطياره بس المايه جابتني هنا. طب كان في واحده اسمها هناء كانت معانا في نفس الطياره ما شفتهاش؟ بتاعي يا هناء. انت شفت التاج بتاعي؟ تاج ايه يا شيخه؟ ده وقت انستجرام وصور برضو. انستجرام ايه؟ بص بص انا ميس ايجيبت. ميس ايجيبت؟ بطلي عرس. انا نفس التاج والله بس مش عارف اروح فين. بطلي فشر بقى، بطلي فشر يا ماما. ميس ايجيبت داليا البحيري واتنازلت عنها ليه بس سيسي. بعدين ايه اللي في وشك ده اصلا؟ ايه؟ في حاجه هنا في وشك. ايه اتشوهت صح؟ لا اتشوهت ايه؟ كل الحياه والنبي. لا قلبي كان حاسس وحياه ربنا. لا والله يا ستي يا ريت كل البنات تشوه وتبقى زي كده. مرايه ايه؟ مش محتاجه. كل الحياه في ايه؟ مش محتاجه اي حاجه اشيليها. ايه؟ انا اقسم بالله لو حصل لي حاجه انا هخرب بيتك. وانا مال انا؟ هو انا اللي كنت سايق الطياره ولا ايه؟ يشير رد علي بحروب تليفونه ما بيجمعش، اما اتصل ببهنسك ده. ها دياب رد علي. بقول لك بهنسي. بهنسي رد علي بحروب. يا دحروق دحروق تليفونه ما بيجمعش وروخر. اما اتصل بليلي. ليلي ردت عليه دحروق دحروق يا دحروق دحروق. ليلي يا روخر ما بتردش. يا كده يا اما بتلم جوز الجلي من الزريبي. يا اما تاخد حمام جوز عند خالته مصطفى. طب وريني كده انا عايز اجر. خد يودع سر في اسفه خلقه. الو هز يا ولد هز بسرعه نص قطر دايري يمين. الو مفيش فايده انا عايز افهم كل ليتهم فين تليفوناتهم. لا كده مصر فيها حاجه غريبه. هتلاقي البلد خربانه يا ستر يا رب. طب والحل ايه؟ الحل اللي احنا ندور على سنجل. عشان ايه؟ اي سنجل اللي هو ايه؟ اللي هي الشبكه يا بهيمه. ازاي ده؟ سيرش معايا. بقول لك ايه، مفيش حد ناجر منه الشمسيتين والكرسي. في هنلاقي قدام جار بتاع الفريسكا. طب بص يا سي عربي، هم قالوا لي ان الهبوط بالطياره دي صعب بس ما قالوليش انه صعب قوي كده. دول رمونا رمي يا جدع. لا يا جاموسه انت مش فاهمه. هو الطيار بس لقانا عرسان جداد فقال يوجب معانا ويخمس بالطياره. لا ما عجبتنيش، كانوا عملوا لي زفه موتوسيكلات احسن. هعملها لك ان شاء الله وانت على الخشبه. وانت مكرساوي يا استاذ. يا استاذ. يس. الشنط دي بتاعت حضرتك؟ ايوه سيدي. طب والنبي ما لقاش معاك برشام للصداع؟ لحسن دماغ بقت عامله زي التومه كانك جبت الهون كده ودقتها. سلامتك يا حبيبتي. عندي برشام صداع بس ده عشان صداعي انا ماليش دعوه بصداع الناس. مش ممكن ولا تليفون عاوز يلقط اي اشاره، مفيش شبكه خالص. طب ما تجرب كده تبعت على الواتس ولا على الفيس. يا بنتي ما دام مفيش شبكه يبقى مفيش انترنت. سيبيني ده. بقى سيبيني، ما وصلنا اهو خلاص يا ساتر. لقيت الارزخانه؟ بس لقيتها قافلة والمحلات كلها قافلة. واضح النهاردة عيد عندهم هنا في الجزيرة. بس لقيت دي ما شاء الله لقيتها فين. تعالي يا أمورة، تعالي يا حبيبتي، تعالي عند بابا. لا دي مجنونة. مجنونة هتزقلك بالطوب يا سيدي تزقل. طب هنعمل ايه في الراجل اللي عايزين نجيب له مضاد حيوي ودوت؟ عدم المؤاخذة يعني راجل مين؟ الراجل اللي هو شبه الأنفت ده اللي لابس جينز. نعم انتوا عاوزين تعالجوه؟ مستحيل، انتوا عارفين ده عمل ايه؟ يا جماعه صدقوني يلا قوموا اعملوا حاجه. اسكت بقى بطل جنينه. صدقوني الطياره هتقع. شفتوا؟ صدقني. حصامك فكر يا حصامك، الطياره هتقع. الطياره هتقع يا عم. اعذرني بقى يا حصامك، انا اسف.
جماعة وبرقله وليوش وراح سابني ومشي. اغصى عليه ملوش حق. ليه حق؟ ليه حق؟ طب وهنسيبه يموت يعني عشان قالك خش؟ اللهم يعني نسيبه يموتنا احنا؟ اصله مش معنى اللي هو مقبوض عليه يبقى مجرم، يعني ممكن مثلا يبقى مقبوض عليه في قضية بسيطة، سرق تيار كهربا، واخد كشك من غير ترخيص. يا سلام، وهيرحلوه اندونيسيا عشان سارق تيار كهربا؟ ده لو سارق محمود كهربا نفسه مش هيرحلوه. طب انا هقول اللي عليا، الراجل دوت لو سبناه يموت ذنبه هيبقى في رقبتنا. يا سلام يا اختي، ولو فاك بقى وراح رازعني كده هو سكينه في رقبتي، ساعتها افرح انا بقى بذنبه اللي في رقبتي ولا في رجلي؟ انت يا بقره بتتكلمي ليه وسط الرجاله؟ خشي جوه. جوه فين؟ ايوه صح. خلاص يا جماعه، احنا هندور على الدواء ونعالج الراجل ده عشان تريحي ضميرك، وبعد كده نقتله عشان نامن نفسنا. يا حبيبي النوع ده مجرم، ممكن يصحى تاني زي الافلام وبعدين يموت اي حد فينا ويهرب يدخل يستخبى في مسرح البالون اللي واقف ده. ساعتها نفجر مسرح البالون ده. يا اساتذه، بغض النظر عن ان انتوا استخدمتوا المدام كمسرح، انا معترض على فكره ان احنا نقتله، ده حرام. يا ابني ما احنا هنعالجه في الاول، هي الفكره ان احنا هنعالجه ونقتله او نقتله ونعالجه، هي الفكره ميكس يا جماعه. على فكره يا ساده، انا ماليش دعوه بالكلام الاهبل ده. قصدك مين بالاهبل؟ قصدي اللي واقف جنب مسرح البالون عاوز يحجز تذكره. هو مين ده الاهبل؟ ما دام اني مسرح البالون يبقى انت لهبل، وفي حد بيتقال لهبل غيرك؟ لهبل اقول لك ايه يا حاج؟ لم نفسك عشان ما نقلش من قيمه بعض. انت بتتكلم ازاي انت يا مقشف يا مقدد يا مصدي؟ هو مين ده اللي مقشف ومقدد ومصدي؟ ده انا جوزي ده عاسه، ده انت ما تشوفوش هو مستحمي تنطره كده يبقى فله. اني مستحمي وتنطره وانا حزمه جرجير؟ اسكت ما يعرفكش، ده البرنس ملك الفيزياء. اخرس انت يا تخينه يا منفوخه على 99، ومش ممكن حد عارف لك قدام من ورا. لا بقول لك ايه، تغلط فيا عديها، انما تغلط في المدام وفي الرسم الهندسي بتاعها مش هسكت لك. يومك مش هيعدي النهارده. ايه ده يا عربي؟ بس يا بنت انت عاوز تنضرب؟ انت ما شفتش دي لما بتروح عامله كده؟ انت بترفع عليها السلاح؟ طب تعالى لي، لو راجل سيب الحريم وتعالى لي. خلاص يا استاذ خلاص، سيبوني، ما حدش يتدخل، وسعوا الحريم تطلع. اخلص انت كارك انت وهو. ايه ده اللي هيمد ايده على تاني هضربه بالنار. اذا انت جبت المسدس ده منين؟ انا المقدم باسم باسل بلسم. مين؟ باسم باسل بلسم. ايه باسل قولوا لي بلسم باشا. مش مهم، المهم ان حضرتك مقدم. ايوه مقدم. خلاص اسمعوا بقى الكلام اللي هقوله لكم ده بالحرف. الراجل اللي جوه ده هيتعالج، وانتوا هتسمعوا كلامي لحد لما حد يجي هنا وينقذنا، واللي هيعصى اوامري مش هيلاقي غير رصاص مسدسي في صرصور وده. اسمع عندك، ما تنزلوش المستشفى بتاعتي، الهوسبيتال بتاعتي مو بره. يا سعاد خلي في قلبك شويه شفقه، انا مين هتعالج؟ مش هعالجك. مش هتعالجيه ليه يا دكتوره؟ جيت عند دوت وحرمتي ليه؟ انا يا ستي ليه مزاج احرج؟ مش هعالجه. والله العظيم انت ست مفتريه، وربنا مش هيسامحك ابدا على اللي بتعمليه فيا ده. وهيسامحك انت، انت ليك عين تتكلم؟ مش هعالجك. اشهدوا انا اسف، اشهدوا، عايزه تسيب جوزها يموت قدامكم. انا لو بايدي اجيب سكينه طول كده واجيب العرق من هنا لهنا واسيبك تتصفى قدامي، بس على فكره حرام ان انا ادخل النار في واحد زيك. ما تستهدي بالله يا دكتوره، واي مشاكل بينكم هتتحل، وبعدين دوت ابو الواد بنت. المراخين دي بتقول ان انت هتجيب واد. خبيت ابو مناخيري، انت هتفهمي اكتر من السنار والله بنت. طب انت ترضي اللي جوزك يبقى برجل واحده؟ ان شاء الله من غير رجل خالص ويمشي على ايده، هو حر نفسه. اسمعي، ضل راجل ولا ضل حيطه؟ ولا عايزه ضل ده ولا ضل دي. وبعدين جوزي ده كان زمان ليه بقى؟ لان انا هطلعه دلوقتي حالا. يا سعاد يا سعاد، بطلي بقى كام لهبل ده قدام الناس، بعدين انا هفهمك. فاهم نفسك يا اخويا، انا فاهمه كل حاجه، فاهم نفسك. طب عالجيني وانا اطلقك. مش هعالجك وما طلعنيش، وحسيبك تموت وحورسك، وبعد ما ورثك هتجوز حته عيال صغير من صغير كده يعوضني عن سنين الحرمان وبفلوسك. حرمان ايه؟ امال ايه اللي في بطنك دي؟ فرخه مشويه؟ انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ خلاص خلاص وحدوا الله، هو ايه اللي حصل لكل دوت؟ ولو اني مش ملزمه اني احكي لك، بس هحكي لك.
بقى حضرتك بس بقى حرام عليك قاعد ماسك الصفحة دي بقالك ساعة. أنا قريتها وخلصتها وحليت الكلمات المتقطعة، بس أرجوك أنا مظبط لك كام ليلة بقى، إنما إيه ولا ألف ليلة وليلة. لا ما تقولش. أولا حجزت أوتيل على البحر، الشاطئ بتاعه مليان شيزلونجات، أوضة النوم وخدي بالك من أوضة النوم دي فيها سرير مدور بيلف بالكهرباء، عايز أشوف البحر دوسي على الزوار تلاقي وشك في البحر. امال ايه سرير مروق بقى مدور يا ابن المدوره؟ يا نهار اسود، هو فعلا اسود اسود مخلوط بالهباب المحروق بالزفت المقطرم بستين نيله اللي هنقعك فيه وتموت في التو، والتو اللي بعده هلبس عليك اسود. اهدي بس يا سعاد ما تاخديش بالمظاهر، انا هفهمك كل حاجه. هتفهمني ايه؟ مين شبه المنحرف اللي قاعده جنبك دي؟ ما اعرفهاش. ما تعرفهاش وهتوريها السرير المدور؟ لا يا حبيبتي انا بقى هقولك يعرفني ولا ما يعرفنيش، ده يعرفني ويعرفني ويعرفني قوي كمان، انا خطيبته يعني، واول ما نوصل هناك هبقى مراته. يا حياتي عارفه يعني ايه مراته؟ والسرير المدور ده يا روحي اللي هنقضي عليه شهر العسل، هديتي وتبطيتي ولا هما هدك؟ الكلام ده انا اول مره اسمعه زيك بالظبط. اول مره تسمعه زيي؟ انت راجل مهزق وراجل غير محترم. لا لا بقول لكم انتوا قلت لي احترموا نفسكم، ولا شخصيه عامه؟ شخصيه عامه ايه؟ انت قدوه سيئه، انت لا تنصح ان انت تكون مذيع ولا اعلامي. انت كمان انت دي حسابك معايا بعدين. قومي يا ماما. انا ما انت ما خدتنيش حقي منها. انت سيبي ايدي اصلا ما تتكلميش معايا والله العظيم. انا دلوقتي حالا انت وهي حرام عليكم، احنا مش شعلقين في الجو وماشيين ببركه ربنا. طب اله يا رب لو مصفيتوا الوقت من اوعى نوصل والطياره دي انت تقع بينا في عرض البحر. الصراحه هو واطي وحقير. لا الحق ما يزعلش، بس هو في الاول وفي الاخر روح، وانت باين عليكي قلبك كبير، يعني حتى لو حيوان هتعالجيه زي الحصان والحمار، بس الحمار ما بيتصاب بنضربه بالنار. حد شفتي مسدس؟ مسدس يا ستي عصبيه الحمل ديت هي اللي هتخرب عليك. عصبيتي من كلامك هي اللي هتخلي البيبي تنط من بقي. خلاص مش هعالجه. اخلصي بقى سعاد وبطلي اللي يتأدب قدام الناس. انت اساسا محدش يفتح بقه، انا بس اللي هتكلم، انا القانون. الراجل ده هيتعالج وبعدين هيتضرب بالنار. شيل الراجل المجنون ده من قدامي. اللي مش على الألفة ده هيمشي عليه. القانون ما بيفرقش ما بين حد، ما بيفرقش ما بين غني وفقير، غفير ووزير، مجرم وشريف. عدم المؤاخذة في لبس، يعني القانون معمول عشان يفرق ما بين المجرم والشريف. ده حقيقي مظبوط. انت بتتكلم ليه بقى؟ وما حدش تاجلي كلمة هنا ليه؟ انت ظابط؟ لا. معاك مسدس؟ لا. عندك شنب؟ لا. يبقى تخرس. انا عندي شنب يا حظاظ. ايه هتسلفهوله يعني ولا ايه؟ ورد ما يرجعه تاني، ده شكله حرامي. يبقى تخرس. وانت يا دكتورة عايز ايه؟ اتفضلي بشري عملك وادي واجبك وعالجيه. مش هعالجه، هضربك بالنار. وانا هضربك بالشبشب. هو الشبشب اسرع ولا الرصاصه؟ حسب اللي هيرمي الاول. ايه احنا هناكل بعضنا ولا ايه؟ مش هتعالجوه، انا هعالج. ربنا يخليك يا اميره بنت الامره. واضح اللي دوت مش كسر، عشان لو كسر كانت هتبقى ورمه قد كده مرتين كده. وجع وجع قوي كده. هو قومي قومي، الله يخرب بيتك انت قاعد على ايدي. قومي. انا اسف انا اسف. انت ايه يا بنتي بتعملي ايه؟ هو انت دكتوره؟ انت مضيفه شغلتك تقعدي تضيفينا وخلاص. مين دي اللي مضيفه؟ انت مضيفه ولا انت مش عارفه؟ لا انا مش عارفه. مش عارفه ايه؟ انا زي اللي دماغي اتمسحت. يا لهوي انا مش فاكره حاجه خالص. خلاص معلش يا بنتي معلش. هتعملي ايه؟ ما تعملش نفسك اكتر من كده. خلاص ده اللي حصل. يعني انت يا اختي متاكده انك فاجئتيها كلها؟ ما انت يمكن تكوني فاجئتي حته والحته التانيه مثلا تكوني ناسيها في الفرن. اللي هيطلع القرش يا كل دلوقتي من البحر. انا مش فاكره حاجه خالص. انا كل اللي انا فاكراه اللي انا كنت نايمه على الشط دوت، وجه الضابط صحاني، قمت لقيت نفسي في الجزيره. مش فاكرة أي حاجة حصلت من قبل كده. أنا حتى مش فاكرة اسمي. إزاي؟ ما هو اسمك مكتوب على البادج اللي على هدومك. إيتاب. يعني أنا مش مصرية؟ هو الاسم يرجع لأصول هندية، حتى تلاقيه شبه إيتاب باتشان. اللهم صل على حضرة النبي. نبغي نبغي وما فيش حاجة تستعصى عليها أبدا. يخشى على النبغة. اسمها مش إيتاب، اسمها عتاب. عتاب باتشان يا حبيبي. اسمها عتاب محمود. أنا اسمي إيه؟
عتاب محمود. صدقي بالله لا إله إلا الله، أنا عمري ما سمحت بالاسم ده في حياتي كلها نهائي. هو أنت مش فاكرة أي حاجة خالص؟ خالص، كأنك جبتي أستيكة ومسحت بيها كده لحد ما الورقة اتكحتت منك. لا ده كده نسيان ثابت. يعني أنا اسمي عتاب محمود ولا نسيان ثابت؟ يا بنتي يا بنتي، الحالة اللي أنت فيها دي بنسميها إحنا عندنا في الطب نسيان ثابت. طب بقول لك ايه يا دكتوره، انا افتكرت حاجه. نعم. مش دلوقتي لو جبت طوبه وخبطتني بها على دماغي هفتكر كل حاجه؟ ايوه صح صح، زي الاستاذ يوسف الشريف في مسلسل اسمه مؤقت، والاستاذ صالح سليم في الشموع السوداء. لا دوكا كنعمه في طيور الظلام. لا دوكا امير الظلام، لا يمكن تغلبيني في الافلام. يا رب يا رب انت شيلني من وسط مصنع الغباء اللي انا قاعده معاه ده، يا رب عشان خاطري انا حامل، ده مش كويس علشاني وعلشان صحتي. ربنا يمتعك بألف سلامه، سايق عليك النبي، اخبطيني بحاجه انت خسرانه ايه؟ تخلف يا تخلف. هو حضرتك هتلخبطيني ليه؟ هو انا اسمي تخلف ولا اسمي عتاب محمود ولا جهان ثابت؟ يا بنتي تخلف دي من حاله التخلف اللي انت فيها، وبعدين انا لو ضربتك دلوقتي بحاجه على نفوخك انت هتفقدي النطق، مش هترجع لك الذاكره. ساعتها بخبطيني بحاجه على لساني النطق يرجع لي تاني. هو انت عايزه تتخبطي على اي حاجه وخلاص؟ طب بقول لكم ايه، حد معاه مرايه يمكن لما اشوفنا افتكرني. يعني انت هتطلعي انصح مننا؟ ما احنا شايفينك ومش فاكرينك. اللهم لا اعتراض. ما تقطعيش قلبي بقى يا ست، لو على اهلك اللي مش فاكراهم اعتبرينا احنا اهلك. اقول لك اعتبرينا نمي، والحلو الاسمر ده اعتبر اخوك الصغن. شوفي حتى بصي هو يبان صغنن وصفيف كده واننا اكبر منه، بس حبني واتجوزني. خلاص يا بنت مش وقت دلع. ربنا يخليكي يا اختي، متشكره يا دكتور. انت اللي زعلتيه وانا فتحت بقي. بس برافو عليك يا حظابط، ده انت طلعت قناص، قنصتها من قنصه واحده. شوف اهم صفه في ضابط البوليس انه يكون لماح وسريع البديهة وقناص. طبعا. بس شفت هجمت عليها ازاي؟ ده احنا كتب لنا امر جديد، ده مره واحده هجم كده. اه ده اسمه ايه الوحش ده؟ ده اسمه النمل الابيض. ها؟ النمل الابيض. هو ده اللي اسمه النمل الابيض؟ ده اذى خلق الله. سبحان الله، شوف اسمه النمل الابيض واذى خلق الله. هو ابيض من بره لكن اسود من جوه، قناع بيرتديه علشان يقدر يضحك على ضحاياه. اتفضلي يا دكتوره، لميت لي كل الادويه اللي مع الناس وحطيتهم لك في الشنطه دي، بس يا ريت تراجعيهم لو سمحت عشان لو في حاجه فيهم نازله جدول اقدر اتخذ اجراءاتي بسرعه. لا كلهم كويسين. كويسين يعني ايه؟ الراجل المتعور جوه ده هنديله انهي دواء فيهم؟ اديله نوعين، ولا اقول لك اديله ثلاثه؟ طب ما اديله ست انواع. ماشي ماشي ماشي. هو انا اللي دكتور ولا انت؟ انت بتقول اهو انت مش دكتور. انا دكتوره وعارفه جوزي اكتر منك. اديله الشنطه دي كلها. يلا حبيبي. طب يا حضره الظابط قبل ما تديله ما تديلي انا شويه فيتامينات عشان اتقوى بيهم، لان انا خلاص عماله اخس 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 من الهلكه اللي احنا فيها. اتفضلي. او النبي لو في ستريبس البرتقال بس بيبقى مزز وحلو كده. هي الانسه عتاب كويسه؟ كويسه منين؟ هو احنا فينا حد كويس؟ ما كلنا زفت. قصدك مين بزفت؟ بس اسكت اسكت. بخلي بالك يا دكتورة من النمل الأبيض. ها؟ الأبيض. سعارة بنا جعانة قوي. جعانة ايه يا بت في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ الناس بتقول أنا خايفة، أنا مخلوعة، أنا عايز أكتب وصيتي، مش أنا جعانة. طب يا سيدي أنا خايفة، أنا مخلوعة، هات ورق أكتب وصيتي، خلاص ارتحت بردك جعانة. يا بت يا بت، وأنا أجيب لك وأكل منين في الحتة اللي إحنا فيها دي؟ عارفة يا بت يا هانم؟ الحتة دي تبقى جزيرة، عارفة ليه؟ ليه؟ لأن الجزيرة هي المكان الذي يحوط الماء من الأربع جهات. عارفة لو ما بيحطوش الماء من الأربع جهات ما يبقاش جزيرة. يبقى عاد. يبقى شبه جزيرة والله أعلم. يا فرحتي يا فرحتي، سعارة بتلع من اسمتي والنبي انا محظوظة. خلاص يا اخويا مبسوط بردك زعال. يلا يا اخويا بقى روح الزيتونك كدهوت وشوف لنا اي مطعم ولا كشك. ليدي جاجا، انا عايزة اقولك معلومة مهمة جدا، انتي وجوزك الدكتور العالم الفذ العبقري زويل ده، احنا هنا مش في مرسى مطروح، احنا هنا وانا في جزيرة مهجورة وبعيدة ومحدش يعرف احنا فين.
طب والمفروض نعمل ايه؟ احنا ما نعملش، انت بالذات ما تعمليش، احنا مفروض نقعد كده نستنى لغايه لما تيجي طياره تانية تنقذ الطياره الاولانيه اللي وقعت بينا، فهمتي؟ لا دي عطله، دي اللي انت بتقوليه. اقول لك انا بقى، اساليني نعمل ايه وانا اقول لك نعمل ايه. نلعب باليه. عدم المؤاخذة يعني، بس هي دمها خفيف، بس ما بتختارش الوقت المناسب اللي تهزر فيه. بزياداكي كحرير. خلاص ما تزعليش، مش وقت زعل يا بنت. فين الضحكة الملعونة اللي أحبها؟ تمام يا جماعة، عملنا عشاء للستات علشان يباتوا فيها. يا جماعة ما بلاش الصمت اللي احنا فيه ده، وتعالوا نتكلم مع بعض كده، ايه رأيكم؟ وهنتكلم في ايه يا اختي ان شاء الله؟ اي حاجة يعني، مثلا نحكي اي حاجة، نغني، نرقص. نرقص؟ نرقص على خيبتك يا حلوة. حلوة ايه؟ على فكرة ليا اسم، اسمي جازمين. الحاج يا عرب، البنت اسمها جازمة وبتفتخر قوي. ما يصحش يا هانم، عيب كده. احنا اسفين يا سنيورة، الا اسمك ايه صح؟ قلت لها جازمين. جازمين؟ الحاج يا بيت، دي بنت حسين الجاسمين. ايوه صح شبهه. والله انا بعشق ابوكي، بس ليه اعتاب عليه يعني؟ اخر اغنيه قال لك قوم نادي على الصعيدي، ليه يقوم الصعيدي اول واحد؟ ما يسيبنا نقعد مع باقي الزملاء نحضر اخر الكليب، ولا انتوا دايما تيجوا على الصعيدي؟ حتى في النكت تقولوا نكت على الصعيدي، في الافلام تقولوا صعيدي رايح جاي، ايه رايح جاي؟ ما الصعيدي يقعد مكانه، ومش كفايه بنتجوز دبابات وبنسكت، ليه كده؟ ده ظلم والله. ما تهدى بقى وتتهدى انت وقوقعة الافراح اللي جنبك دي. خلاص اعملي لي كوبايه شاي حبر وانا هسامح يا ابوك. وانا كمان اعملي لي كوبايه شاي، بس هات لي معايا رغيفين فينو عشان افتي فيهم. لا يا اخويا ما تصعبهاش، هي كوبايه شاي حلوه قوي. يا جماعه انا عايزه افكركم لو سمحتوا ان احنا واقعين هنا في جزيره مش في قهوه بعره. ده كوفي موكا، مشروبي المفضل، جبتها من انظران قبل ما اطلع الطياره على طول. يا جماعة ما تقلقوش، ما تقلقوش خالص، احنا كتير، وطبعا معاكم اعلامي كبير ومشهور زي، تلاقوا الدنيا كلها دلوقتي مقلوبة علشاني، فأكيد طبعا هيبعتوا حد يدور علينا، وخصوصا ان في مفقودين كتير غيرنا يعني. اعلامي بصبصاتي مشهور بالبصبصة طبعا وفلاتي. بصوا يا جماعة، انا اعتقد ان كل المفقودين اللي على الطيارة خلاص ماتوا شبع موت، وخصوصا في واحدة، الوحدة دي دخلت في مرحلة الانحراق، بعد الانحراق دخلت على مرحلة الانصهار، بعد الانصهار مرحلة الانفحام. ايه يا دكتورة اللغز اللي انت بتقوليه ده؟ لا ان شاء الله هنلاقي كل المفقودين وهيبقوا كويسين وزي الفل. يا جماعة راعوا اللي خطيبة حضرة الضابط يعني مفقودة في الطيارة، هو لسه مش لاقيها. انا مش عايزاك تزعل يعني، لو هي بعد الشر يعني حصل لها حاجة، تلقاها بقى اتشفطت كده هو من الشباك، او مثلا عصاية الكرسي دخلت في رقبتها، او تلاقي مثلا الحزام الامان فضل يكبس على بطنها يكبس على بطنها لحد ما قعدت ترجع لحد ما مات. خلاص خلاص، ايه فاينل ديستنيشن اللي انت بتحكيه ده؟ ممكن يا جماعه نقفل على الموضوع ونتكلم في حاجه تانية؟ انا بقول لك توقعاتي يعني، وبعدين مش انت قلت بلاش الصمت اللي احنا فيه دون يعني عشان ننسى الخيبه اللي احنا فيها؟ تقومي مفكرانا بالخيبه اللي احنا فيها. بقول يا جماعه احنا لازم دلوقتي نولع نار علشان كمان شويه مش هنشوف بعض، وعشان برضو لو في طياره معديه تشوفنا. فعلا يا جماعة احنا لازم نولع نار، المنطقة دي مليانة وحوش قذرة، لو مفيش نار حوالينا هتهجم علينا وتاكلنا وتفترسنا. طب هو في حد معاه اوف عشان لو في اسد ولا حاجة ما يجيش عليا؟ اوف هتموتي بيها الاسد. لا حبيبتي اطمني، كل الاسود اللي هنا متجوزين وشبعانين. اوف ايه واسد ايه؟ لو سمحت يا سعادة الباشا، نلاقي معاك ولاعة ان شاء الله تحج يا رب. يا رب، يا ريت يا حبيبتي، انا محتاج لولاعه دلوقتي، معايا سيجار معاده يتولع دلوقتي، لو ما تولعش هينفجر. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نعمل زي فيلم المنبوذ. فيلم ايه؟ المنبوذ. فيلم المنبوذ ده بتاع نجيب محفوظ؟ لا يا استاذ، دون فيلم اجنبي كان فيه واحد زي حالتنا كده هو ولوحده، وكان عايز يولع نار، قام جاب خشبتين وحكوهم في بعض كده هو ولع نار. مين الراجل ده؟ واحد دقنه طويله وكان معاه كوره كده هو بيتكلم معاها، كان مسميها جمعه. باين جمعه فيلم اجنبي؟ ايوه. اه افتكرت، لما كان درسه بيوجعه راح جايب الباتيناج وخلع بيه درسه. ايوه
فيلم كاستاوي. طب برافو انك افتكرت الفيلم ده. مش فاكره بقى حاجه عن حياتك؟ مش عارفه، انا زي اللي الوقت شايفه كده مقتطفات من شريط حياتي. احكي لنا الشريط يا بنتي بس من غير اعلانات. ماشي. انا الوقت شايفه نفسي عايشه مع واحد راجل كبير واسمراني وراجل طيب، كان بيعاملني كويس قوي، كان بيأكلني وبيشربني وبيجيب لي كل حاجه، بيعاملني زي بنته. وفي يوم مش عارفه قلت له ايه زعله مني، راح جايب سكينه وجه عليا وعايز يذبحني. وبعدين جه ابنه صغير كده هون قعد يحش فيه واستنى لما اتضير كده هون وراح واخدني وهربني. وقعدنا نجري 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 في الغيطان ونده على واحد صاحبه مش فاكره اسمه ايه، كان اسمه حسن ولا اسمه حسونه. ايوان انا اسمي كان رشيده. طيب الولد اللي هربك ده ممكن توصفيه؟ كان كفه رقيق وصغير وعينيه زي اللي تقول كده هو عيون فنان محتار، والضحكه صوتها في قلبه بتضوء الف نهار. بكر انت تعرفه؟ طبعا ده انا متابعه من وانا قد كده. ايه يا ماما اللي انت بتحكيه ده؟ ده مسلسل كان بيجي في رمضان. يعني دي مش حياتي؟ لا دي حياتنا كلنا حبيبتي. ومن رشيده دي؟ رشيده دي معزه. ايوه صحيح، رشيده دي كانت معزه. يبقى عشان كده هو الراجل كان جايب السكينه وعايز يذبحني. اكيد كنتوا في العيد الكبير. معلش يا جماعه انا اسفه أو اللي انا اخدت من وقتكم، يعني انا بس احتبرت اللي احنا يعني بقينا اسره واحده. لا ولا همك يا ماما، انت بس توهتينا ودخلتينا في دوامات. احنا يعني نرجع لموضوعنا يا جماعه، عايزين دلوقتي طريقه نولع بيها نار. انتوا عاملينها مشكله ليه؟ فكروا شويه، زمان ايام العصر الحجري زيكم فكروا كده، قاموا اتنين خبطوا رؤوسهم في بعض الشراره ولعت، واحد تالت واقف عجبته راح نطحهم براسه الشرارة كبرت، الرابع براسه الشرارة كبرت، كل يوم أربعة يولعوا في بعض والنار مشت زي الحلاوة. وهنا مش محتاجين لأربعة، احنا عندنا هنا راس عربي ده صعيدي جامد ناشف يروح ناطح مراته ناطحة جامدة هتروح مولعة هي، ولعوا زي ما انت عاوزين. ايه الفكرة ما عجبتكمش؟ لا شكرا. ايوه ما هي لازم ما تعجبناش. وبعدين يا اخويا ايه اللي قعدوا انطحوا ببعض لما نصدع ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين يا جماعه انتوا تعبين نفسكم ليه؟ ما الحل قدام عينيكم، احنا نولع بالولاعه. يا ستي انت واقعه معانا على الجزيره دي ولا واقعه في جزيره تانية؟ ما احنا من الصبح دي مشكلتنا، عايزين ولاعه. ولا تزعلي نفسك، خلاص نولع بالشمع. وهنولع الشمعه بايه يا اخر صبري ومفيش ولاعه؟ محلوله بالكبريت. إلهي يولعوا فيك بكبريت ويكون يوم جفاف عشان ما يكونش فيه ولا نقطة مية محدش يطفيك. اخرس يا بيت، سيبكم منها يا جماعة، أنا عندي حل عملي وعلمي. إحنا ننام ونصحى الصبح نقدم على الغاز الطبيعي. إحنا لسه هنستنى للصبح، ما نقوم نغير الأنبوبة. أي والله فكرة. ايه ده؟ والراجل ده مش سامع افكارنا التافهه اللي بنقولها من الصبح. بصي طلع ولاعه ولا كانه شايفنا البلغه دي. بس وطي صوتك احسن يسمعك ويجي يزعلك. ايه يعني وانا اخاف منه ولا ايه؟ ده انا ممكن اقتله قدامكم هنا. امال انت الوقت وطي صوتك ليه؟ لا انا صوتي بالليل بيبقى حنين واجش. يا جماعه ما تسيبوه في حاله واحنا في حالنا بقى، ده احسن يجي. يا سلام، وموطي صوتك ليه؟ خايفه منه؟ لا بص انا بالليل بيبقى صوتي حنين واجش زي حضرتك. نسيبه في حاله ايه؟ احنا هنروح له يا جماعه وناخد منه الولاعه، احنا هنخاف منه ولا ايه؟ عربي قوم نادي عليه. اشمعناني؟ مش حسين الجسمي نادى على الصعيدي اول واحد؟ يا سلام، ما عشان عارفكم خايبين برضه قال لك عيني على اهل كايرو. انا مش من كايرو، انا من اسكندريه يا ابني. ما تصفصفش معايا، انت ظابط قوم انت ولا انت خايف منه؟ ايوه انا الظابط ومش خايف منه، وهروح اجيب الولاعه ومش عايز حد يجي معايا. انا سعتاب. ايوه تعالي معايا. اجمعك فين؟ نجيب الولاعه. اشمعنى انا؟ انت مضيفه ولسانك حلو تقدري تتعاملي مع الناس بسهوله، وبعدين عايزك تجيبي لي المعلومه بشكل سلس. هو انا فاكره سكت مضيفه ولا لا لما هعرف المضيفات دول بيعملوا ايه؟ انا سعتاب ده تكليف مش تشريف. ماشي يا اخوي اتفضل. الله يرحمهم اتخطفوا.
جدع يا عربي انك ما رحتش معاه. السلام عليكم. عليكم السلام. الباشا كان عايزك. خش عليه بقى، انا ما رهمتهولك. ايه هو اللي الباشا عايزك وانا قاعد في المكتبه بتبعتهولي؟ ايه يا بنتي، امال انا جايبك ليه؟ انت لسانك حلوه تعرفي تتعاملي معايا، وانت وشك فيه القبول هتعرف برضك تتعامل معايا. حبيبتي القبول بتاع ربنا، بس انت مضيفه مش انت ظابط؟ هتعرف تستجوب وهتسال السؤال. ما تكتبوا حرفين وترسموا قلب على صدري. انتوا عايزين ايه؟ احنا كنا عايزين نستاذن. لا مش اما تسمع الاول احنا عايزين منك ايه. لا بس عارف انتوا جايين عشان ايه. عايزين ولاعه عشان تولعوا نار وتدفوا، صح؟ لا شفت بقى انت فاهم غلط ازاي. احنا عايزين نولع نار علشان ننور المكان. لا علشان تعرف تقتل براحتك. لا عشان ما تقتلش حد غلط. لا عشان ما يطلعلكش عفاريت. مش انت بتخاف من العفاريت؟ لا يا استاذ، احنا هناخد منك الولاعه نولع بها ونرجعها لك على طول. لا تعرفين اللي تتاخد منه ولاعته يتاخد منه ايه؟ يتاخد منه سجاير. لا ويلي، لا ما انت لسه ضاحك من شويه اهو. ايوه لفي حلو، لكن مساله الولاعه دي لا. ويلي لا لا لا، واحنا هنستاذن منك ولا ايه؟ احنا عايزين الولاعه نعمل بيها خدمه منك ونرجعها لك تاني. الموضوع ده هيفرق معانا كلنا، ممكن حد يموت ولا يحصل له حاجه. وبعدين انت طلعت بالولاعه على الطياره ازاي اصلا؟ شفتي دي؟ هادي هادي يا حظاظ. لا وتفضلوا وروني عرض اكتافكم، يلا سمعوني خطوتكم. وايه اللي نسمعك خطوه؟ هات ياد الولاعه. يا قلت لك مفيش ولاعات، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ يلا انت وهي من هنا بدل ما تفكوا في الغابة. مش فاهم احنا سكتنا له ليه يعني؟ المفروض ناخد منه الولاعه بالعافيه على فكره، وانت بتشديني ليه وانت بتجري؟ هو انا كلمتك؟ الراجل كشم لنا قمت انت جريت وراك. ايوه انا خفت اتخانق معايا، معايا بنت، عيب يعني اتخانق ومعايا بنت. وايه اللي خلاك تاخد بنت بقى معاك من الاول؟ صدقني غلطان، انا لقيتك قاعده زعلانه قلت اخرجك افسحك افرجك على الانفيد اصورك معاه وانت بتاكليه. انا ولا زعلانه ولا عايزه اشوف انفيد ولا يا لهوي ده جاي. طب احنا كنا بنتكلم على سيد قشطه. مش امسك حظبط، امسك الولاعه اللي كنت عايزها، امسك. انت مش كنت عايز ولاعه عشان تولعوا بيها نار وتدفهم؟ امسك اهي، امسك الولاعه. بس ابوس ايدك، اوعى تقول له لا اديتك الولاعه. اقول لمين؟ لفرج. فرج مين؟ اللي كنت عايزين منه الولاعه. امال انت مين؟ فرج. لا حول ولا قوه الا بالله. حظبط، ابوس ايدك عشان خاطري، اوعى تقول له ان انا اديتك الولاعه وانت اديها لي، وانا بصنعة لطافة هحطها في جيبه زي ما خدتها. ماشي؟ عشان خاطري ده نايم دلوقتي ولو صحي ممكن يشندلني. يلا يا شيخ منيل، ده صحي صحي. حاضر يا سفارك انا جاي. هو انت فاهم حاجة؟ انا اللي فهمته ان احنا لازم نولع بسرعة ونرجع الولاعة لفرج، علشان يرجع الفرج قبل ما فرج يصحى ويزعق الفرج. ربنا يبعت الفرج من عنده. لا اله الا الله، ده الراجل دماغه سرفلت خالص. وانت حضرتك بقى بتتريق عليا وبتقل مني قصاد الناس عشان فكرت نفسي معزه. والله يا يعني بعد اللي شفته دهوت مش بعيد اطلع انا جمعه. جمعه مين؟ الكوره اللي كان بيكلمها المنبوذ. شفت بقى اللي هي كان اسمها جمعه؟ على فكره كان اسمها سمعه اصلا، بس انا ما رضيتش احرجك. فين يا ده فرج الولاعه اللي كانت في جيبك؟ اجري يا رشيده. بيقولوا هنم في العشه نايمه يجي من ساعتين، وخدت عربي وياها ووقعوا بالطيارة نصين. ايا فقر ايا هانم ايا بلغة ايا هانم ايا بومة. يا سلام، انت الصوت اللي كنت بدور عليه من زمان، سبحان الله الاقيه فوق السطوح. انا حمضيك كونتراتو، كونتراتو 5 سنين، حنلف الشرق كله، سوريا ولبنان والاردن، انجلترا وفرنسا والمانيا. ايه ايه يا استاذ، ايه جو الافلام القديمة دي؟ وبعدين وانت لقيت سما المصري قاعد يعني بتدندن على البحر يا اسمك ايه؟ محسوبك فرج. اخوك عربي. عاشت الاسامه يا عربي. الا قول لي يا عم المرعب، انت ليه ما نمتش مع زملاتك الضحايا؟ مفيش، اصل لقيتك قاعد لوحدك قلت اجي اونسك. اصيل والله، دي ما طلعتش من مرتي. اشمعنى يعني اخترتني انا عشان تيجي تونسني؟ اصل انا ارتحت لك قوي. ايوه يعني وضح كلامك يعني عشان بس الشيطان ابتدى يوز. انت الوحيد اللي تقدر تشيل. لا ده الشيطان كده بياكد يعني ارتحت لك وتشيل كده هيبقى فيه ميس اندرستاند يا استاذ. يا جدع تشيل السر. ما تقول الجمله على بعض. سري
الجزيرة ديت فيها كنز. يا سلام على الانبهار، ما أي قرية في العالم فيها كنز وفيها لتر ونص وفيها الجيب الصغيرة، ويعني إحنا وقعنا في جزيرة حاجة سقعة. أجدع كنز، كنز حقيقي، آه ذهب وياقوت وبرجان ونسوان وفاكهة. قصدك كنز؟ كنز. لا لا لا، أنت شكلك إيه ضارب الجرتين وجاي تصطبح علي. أصطبح عليك؟ ماشي، أنا هروح أدور على الكنز لوحدي وهاخده كله، مش هديك ولا تنتوفه. لا 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 لا، خد يا جدع، اوعى. خد تعالى بس، يعني اشمعنى انا اخترتني عشان تقول لي السر ده؟ يعني انا هقول لك، قصر تحت ايدك يا سيدي. بس بتتلكك عشان تحسس فكرك، يعني الطياره وقعت هنا بالصدفه؟ وهيكون قصدك ان انا اللي وقعتها عشان نيجي ونجيب كنز مليجي. وانت بتقول اي كلام؟ ايه اللي نيجي ونجيب كنز مليكي؟ انت راجل بتشتغلني على فكره، انا مش مصدقك. لو في كنز هنا طيب هنلاقيه ازاي؟ ولو لقيناه هنقسمه بيناتنا كيف؟ انا هقول لك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ارتحت لك. يا سيدي ما ترتاح ليش، ارتاح لي من مكانك. هنقسمه بالعدل، انا النص وانت والزكيبه النص. ايه الزكيبه دي؟ مراتك. لا، طالما مراتي في الحسبان يبقى هنقسمه بالوزن، انت التم وانا ومراتي الباقي. وانا موافق. طب دلوقتي في مشكلة. ايه هي؟ هنلاقي الكنز ازاي؟ انا هقول لك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ارتحت لك يا سيدي. والله هخلع كتف اديهولك وانت ماشي لو بتعشق. وكده عن طريق الخريطة دي. ايه ده؟ ده انت زي الافلام بالظبط. امال ايه؟ جزيرة وخريطة وكنز. يلا يلا، قول لنا الخريطة بتقول ايه؟ الخريطة بتقول اني ارتحت لك قوي. يا راجل بطل كده، الخريطة بتقول كده ليه؟ يا خريطة بتعشق التحرش. عجيبة. ايه ده، انت محظوظ قوي. صح والله، الكنز ما بين اربع نخلات زي اللي ورانا دول. طب ما في جنبهم اربعة هنا يعني. ماشي هنا. قوم اقف. ايه ده مكتوب كده اهو؟ عجيبة. ايه؟ امشي خطوتين الى الامام هتلاقي نجمة. حاضر. واحد اثنين. ايوه في نجمة اهي. حلوة قوي، امشي ثلاث خطوات الى اليمين هتلاقي تحتيك شباك. نجمة وشباك، وانا رايح خدمة العملاء. حلوة قوي، اقفل الشباك اهو. امشي خطوتين الى الامام اهو. اعطي وجهك الى البحر اهو. وجهي الى البحر. فين الكنز؟ اهو الكنز. الاول فضل لك ستة حلاوة الكنز. يا ابن المجنونة، الحمد لله ما حدش شافني. الحمد لله، ادور على الكنز لوحدي. بس ده خد الخريطة يا عم. اديني الشوكة، ادي الخريطة. أنا تخيلت، أنا قاعدة أدور مش لاقية حاجة خالص نستغطى بيه. مفيش حل بقى غير إنني إيه؟ أديكوا الطرحة دي وهتقضي الغرر. وأنت يا أختي أمطى الأمطى وبتعملي إيه؟ بنضف مطرح ما هنام، يعني هنام والمكان مهبب كده هون؟ بتنضفي إيه يا أختي؟ أنت مش شايفة إحنا قاعدين في عشة مش قاعدين في دوار العمدة، يا بنتي نامي. عندك حق. أنا بس أنام وأرتاح وأصحى من النوم كده أصل بطولي. هطوق لك العشة وبخليها لك بتبرق. قولي إن شاء الله. يخرب بيتك هتموتيني. قريب أنت يا جيت جنبك. بقولك إيه، أنا جيت هنا الأول خلاص، أنا حجزت. هو أي أختي اللي حجزت دي؟ وإحنا قاعدين في كانتين المدرسة؟ وبعدين بقول لك إيه، لا من أولها كده هو تقعدي عدلة وتتكلمي عوجة. أنا سي عربي جوزي مفهمني ومرسني على كل حاجة، وقايل لي إن هو دافعني كل شيء كان، يعني أنا أقعد هنا هو واتفرد والتاني أحسن من أجدع واحدة فيكم، سامعاني بيه؟ بقول لك إيه، أنت توطي صوتك وأنت بتتكلمي، أنت فاهمة؟ لا يا حبيبتي، ده أنت اللي تفهمي نفسك إن صباعك ده تنزليه من وشي وتحمدي ربنا إن أنا سايباكي تقعدي في الزنجور. سنتور؟ سنتور او حنطور ايه بس يا بيه؟ الله يخرب بيت زنجوركم على حنطوركم، انتوا ايه؟ انتوا ما بتفهموش؟ انتوا ايه ما بتحسوش؟ اتخمدوا بقى، اتخمدوا. بقول لك ايه يا عتاب؟ ما تيجي تنامي جنبنا. لا تنام فين؟ لا خلاص ما فيش مكان يا حبيبتي. لا وماله، هنام؟ هنام على سيف فوقكم كده هو. جدع. سيف ايه؟ يا حبيبتي احنا بقينا اتنين خلاص، احنا كومبليه، مش هينفع. بقول لك ايه يا عصفوره؟ انا عندي لك سؤال. ايه؟
مش انت قريبة الأستاذة شيرين صف النصر؟ ايه؟ أصل انت شبهها أول فيلم أمير الظلام. لا هي مش قريبتي. لا ولا رهام سعيد؟ والنبي يا أختي اتكلمها لي، تقولها في واحدة معانا يعني عندها مشكلة وقع من الطيارة وفقد الذاكرة. انت عاجبك يعني حالي؟ يا بنتي هو انت فقدت الذاكرة ومش فاكرة أي حاجة غير من التلفزيون؟ يا جماعة أنا مش قريبة حد، ولا قريبة حسين الجازمن ولا ريهام سعيد ولا سيف النصر. سيف النصر أنا ميس إيدو، ملكة جمال مصر. استغفر الله العظيم، الملك لله وحده، اتوضع لله حرام عليك. ما فيش حاجة دايمة يعني جمالك ده نفعك يعني لما وقعت من الطيارة؟ ما انت اترميت رمية بابا وزيك زي هانم. اللي هي اختي يكبر بخاطرك ربنا. قولي لها يكشط الطعس دي ان شاء الله كده هوت، وباذن الله من التنكه والعنطزه اللي هي فيها دي هتموت والعه مكان ما هي، هنلاقي النار طالعه من نفخها كده هوت من هنا. لا ما انا مش هقع من طياره، وكمان المسابقه هتفوتني وهدومي مبهدله يعني سوري في الكلمه يعني ريحتي معفنه قوي. كويس يا اختي انك شمي. وكمان واحده هتحط كتفها عليا، والهانم دي عايزه تجيب صفه وتحطه فوقيا، يعني حرام وحياه ربنا كده حرام. انا تعبت كده اوفر. وسيبكم من كل ده، مش كفايه ان انا هنام بالميك اب؟ يا جماعه انتوا عارفين خطوره الموضوع ده ايه؟ خطر جدا، خطر قوي، لانك هتشحبي وهالشيخي. يعني ايه هتسحب وشيخ؟ هالشيخي يعني هتكرمشي، هتبقي زي تيتا كده، العجز هيلبد في وشك. احلفي؟ يعني ايه؟ ايوه ده حقيقي الكلام اللي بتقوله عتاب، ده حقيقي ان المساحيق دي بتخلي الشيخوخه والشحبوبه المبكره بتزحف على كل خلايا الوش، بتزحف زحف سلحفي بطيئي بتخلي كل الخلايا دي تعجز بسرعه البرق والرعد. يعني هالشيخي؟ ايوه هالشيخي. والشيخ بقى اتخمدوا. طب يعني انا اعمل ايه دلوقتي يا ست؟ انت هتقعدي تقولي لنا هعمل ايه هعمل ايه؟ ما تخلينا ننام يا بيه. ما انا مش عارف انام بالميك اب. يعني احنا نعمل لك ايه؟ خلاص اقول لك روحي ارمي نفسك في الميه بتاعه البحر، والميه بقى ايه حاجه كده هوت وملحلحه، هتخليك ان شاء الله تقعد تاكل في وشك لما يسقط قدامك. انت عمرك نمتي بالميك اب؟ لا يا حبيبتي انا بنام فوق الفرن، وفي الصيف بنام فوق الصندري. هو انت عارفه عن ايه ميك اب؟ انا هقول لك، عارفه اللي هو ادوات التجميل اللي هو الروج. اه انت حاطه ايه؟ ايوه ده السحري. ماشي سحري اوكي. عارفه بلاشر؟ البلاشر انت قصدك على الفلاشر بتاع العربيه؟ بلاشر ايه؟ لا اللي هو في خدك الاحمر ده. ايوه انت قصدك بقى ايه لما نجيب كده هو تقلب الطوب الاحمر ونروح دجينه وبعدين نطحنه كده هو يبقى ناعم، نروح معبيينه في حج علبه الكريه، والواحده تقوم واخده بالصبع كده هو ودعكه هنا ودعكه. يا لهوي دي بتبقى مورده وجماله. ايه ده، هو انت بتحطي طوب على وشك؟ امال ايه يا حبيبتي، ده بكله حديد وفوسفات من الارض جامد، ده بيخلي الواحد ده وشها متأسس كده هوت وبيبج الدم منه. يا نهار اسود، ومامتك كانت بتسيبك كده عادي تحطي التوب؟ امي هو انا وعلى امي الله يرحمك يا امي كان نفسي اشوفها كده هوت والمح دل جلبتها. هعمل ايه؟ والنبي يا اختي ما حسيت بقيمتها الا لما ابوي الله يسامحه راح اتجوز وليا، طلعت عليا البلا الازرق، لولا الله يكرمه سعارة بجوزي جه كده هوت ونتشني من وسطيهم. سوري يا هانم معلش. ولا يهمك، انا كمان مامي وحشتني قوي. معلش يا اختي، انا عارفه ان هي خايفه عليا وقلقانه. تعرفي كانت بتغني لي قبل ما نت؟ ايه عارفه الاغنيه بتاعت نانسي عجرم؟ ايوه شخبط شخبط. لا اللي هي يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات مش باش من الحنيه ولا دقش الحلويه. يا بنت ده انت صوتك حلوه قوي. انت عارفه انا كمان ست امي كانت بتغني لي قبل ما انا، عارفه كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي جدك عبده وعنده جاموسه. هي هي وانتي هانم عايزه بوسه. هي هي يا جاموس ابيض وجدي زرايبي منك لها. انتوا ايه اللي ممكن يهدوكوا اكتر من ان انتوا واقعين من طياره ارتفاعها 368 الف قدم؟ اتخمدوا. بقالي ساعه عمال انحر في نفسي واقول لهم حرام عليكم الست تعبانه وشايله وعايزه تنام، يقولوا لا احنا عايزين نغني. معلش يا دكتوره سامحيني، نامي ريحي عشان اللي في بطني. تقولي لمين ده انت كنت بترقصي معانا يا حجلي؟ لازم بس حد يبقى بيشد وحد يرخي كده حرام عليكي. ماشي طب انت عتيب، انت قولي لي مامتك بتعملك ايه؟ ام انا؟ اه
انتوا اغبياء. جرعي يا ست في ايه؟ انت كل شويه تفزعينا وتهزجينا، حرام عليك يا اخت. وبعدين يا اخت ما دام انت راميه ودني كده اهوت والقعده عجباكي، ما تجي يا اختي كده اهوت وتخلي البوسات احمد وتقعدي معانا. مش انا اللي راميه ودني عندكم، انتوا اللي راكبين على ودني هنا ومش مخليني اعرف انام. وبعدين انت يا اللي قاعده انت، مش احنا كلنا واعيين في الطياره وعارفين ان الست دي عندها فقدان في الذاكره، مش فاكره حاجه. انا افتكرت. ايه على ما اتذكر يعني كده هون اللي انا برضك كان ليا مرات اب، بس كانت مطلعه عيني. مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ يا لهوي يا لهوي على ذنك يا وليه، هيكون ايه اللي اتغير من الليل للصبحيه؟ هو انت عشان استحميتي تبقي اكيد حلويتي؟ لا، الحلو حلو حتى لو صاحي من النوم، والوحش وحش لو استحمى كل يوم. اخلص بقى، بطل الردح بتاعك ده ورد عليا، قولي مين احلى واحده في العمرانيه؟ بياضه، بياضه بنت جوزك هي احلى واحده في العمرانيه. ارتحت يا عينيا؟ بياضة؟ لسه بياضة؟ هعمل ايه تاني بس؟ عملت كل حاجة، عايزة ارجع احلى واحدة في العمرانية. مسكات وحطيت، شد وشديت، نفخ ونفخت، كرياتين، بوتوكس، فيلر، اعمل ايه تاني بس؟ اعمل ايه تاني؟ لا هتعملي كاني ولا ماني، ولا هتروحي دكان الزلباني، مفيش غير التجميل اللبناني. لبناني؟ آه ياني. انت كنت فين يا بنت كل الوقت ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خدتني يا مرات ابويا، خلحت قلبي. سلمت قلبك يا حنينه، ايه اللي اخرك كل الوقت ده؟ ده انا ما بقلاش نص ساعة، رحت جبت الفراخ من عند عم رزق الفرارج. وايه اللي وداكي عند عم رزق؟ انت مش عارفة ان انا عارفة؟ عارفة، ما انا رحت بس جبت الفراخ من عند عم رزق، وبعدين رحت عند عم ابراهيم دبحتها عشان بتستأمنيه، وبعدين رحت عند عم علي نظفتها عشان بتستنضفيه، وبعدين رحت جبت الخضار من عند عم محمد عشان بتستعبطيه. طب بطلي لك بقى، اسمعي اللي هقولك عليه. عايزاكي تسيقي السلم من تحت لفوق، وتخشي اوضه الكراكيب تنظفيها وتفضيها خالص، وتطلعي الكراكيب في الاوضه اللي فوق السطوح. جايلي ناس قرايبي هيباتوا هنا، بقيتهم فين يعني؟ تحت السلم. الله، ما انت قلت لي اول امبارح وعملت كده هو. طب عايزاكي بقى تطلعي في الاوضه اللي فوق السطوح تنظفيها كويس وتشيلي منها الكراكيب، اصلها تراوه هبيتهم فيها. ما انا استنصحت وقلت ان الاوضه اللي فوق السطح دي تراوه، فما رضيتش احط فيها الكراكيب، نظفتها وخليت الكراكيب تحت بير السلم. طب انزلي بقى تحت السلم نظفيه كويس، عشان انا هبيتهم في بير السلم. مش انت لسه قايله ما صحش اللي هم يباتوا تحت بير السلم؟ وانت مالك انت؟ هم قرايبك ولا قرايبي؟ يلا امشي غور اعمل اللي بقولك عليه. تعالي يا بنت هند، انت ايه اللي انت حاطاه في وشك ده؟ انت رايحه تجيبي فراخ ولا رايحه فرح؟ انا حاطه حاجه في وشي؟ طب ان شاء الله تصحي من النوم في يوم تلاقيني استخدت فرخه وتوديني كمان عند عم رزق هو اللي يذبحني، دي حلاوه رباني والنعم. نعمه لما ترفصك. امشي يا بنت غوري ما تفرسنيش. يلا. مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بطل اللماضه بتاعتك دي ورد عليا، مين احلى واحده في العمرانيه؟ يا وليه ما انت سالتيني السؤال ده
بدل المرة 100 هيكون ايه اللي اتغير الليلة دي؟ برضو لازم ترد عليا. بياضة، بياضة بنت جوزك هي أحلى واحدة في العمرانية والسبتية وليالي الحلمية. طب وأنا هعمل إيه في النصيبة دي؟ وأنا إيش ضراني يا ولية؟ أنا حيالله مراية سحرية. ليه يا ربي ما خلقتنيش مراية عادية ولا مراية كوافير ولا حتى مراية عربية؟ رد عليا بدل ما ارميك من الشباك وكسرك بدل الحتة 100. لا لا، حلمك عليا عشان تحلوي عنها لازم تخلصي منها. ايه؟ اموتها؟ انا ما قلتش كده. امال اخلص منها ازاي؟ تشوفي حد يموتها. الو، الأمانة معايا. إيه؟ مش مصدقاني؟ طب خدي كلميها بنفسك. أمك دي أنا ولا إيه يا حاج؟ آه، إدعي لنا يا حاج، ربنا يخليها لك. معلش، أصل أمي ما بتطمنش عليا غير وأنا معايا الركاب. طمنتي يا ماما حاجة؟ طيب، أوصلها وأجي أكمل معاكي باقي الحساب. سلام. جيزة؟ جيزة استنى. هو انت ليه يا حاج ما بتقفش الناس اللي بتندهلك دي؟ عشان دي ناس مش بتنده، دي ناس بتشتم، بيقولك يا ابو سنه. هو انت ليه ما ركبتش حد من الموقف غيري؟ قلت يعني بدل ما شباب يركبوا ويضايقوكي، وانت عارفه شباب اليومين دول بيشموا كل حاجه، ده انا اسمع ان هم بيشموا رجول بعض. ربنا يكرمك يا حاج. هو احنا رايحين فين؟ دول مش طريق الجيزة. لا، ما تيجي بقى تمسكي الطاره وتسوق انتي. هو بصراحه مش طريق الجيزه، عجبتيني. انا هوصل اصل المنيب، هقضي حاجه، بعد كده هرجع صفت اللبن، اودي الحاجه اللي قضيتها، بعد كده نروح الجيزه لو ربنا كتب لنا عمر. ماشي حاج براحتك، بس بسرعه والنبي. لا بسرعه ايه يا بنتي، كل واحد هيوصل في ميعاده. ربنا يستر طريقك. جيزه استنى. خلاص يلا، مفيش غيرك في الشارع ولا ايه؟ ليه يا حاج؟ لا مفيش يا بنتي، اصلي تعبان فقلت انزل اريح حبتين. بس انا كده هو تتاخر. يعني تتاخري ولا سوى؟ انا تعبان وعينيا مزغلله، يعدي موتوسيكل افتكره غزاله اخبطه، اشيل ذنب الراجل اللي على الموتوسيكل والغزاله. يا ساتر يا رب. لا خلاص يا حاج، ريح لك ساعتين كده هون وانا هبصحيك. ساعتين كويس ولا تحب اكتر؟ دي عبيطه دي ولا بتستعبط؟ لا حلوه قوي ساعتين، هي العمليه مش قصدي النومه مش هتاخد اكتر من ساعتين. ماشي، انت هتعمل ايه يا حاج؟ هجيب حاجة اريح عليها بس. هتعمل بيها ايه دوا؟ دي اسئلتك كتيرة. هحفر بيه حفرة في الارض عشان اريح فيها. زي السرير يعني؟ ايوة. طب عنك انت بقى، انا هفحرها لك، ما تتكسفش مننا زي بنتك، ربنا يديك الصحة. استعجلة على قضاها دي. يا بنتي. حلوة كده هون الفحرة يا حاج؟ إلا حلوة، ده انت عاملاها مقاسك بالظبط. مقاسي ليه؟ لا هو انت من طبتك هتخليني انا اللي اريح وانت هتقف تعبان؟ ايوة، اصلا انا طيب قوي، ما يصحش يعني ابقى راجل في السن ده واسيب بنوتة تعبانة واريح انا. لا والله ابدا، انا ما يردنيش. خلاص طالما حلفتي يبقى هريح انا. بس معلش يا بنتي، ليا طلب عندك. يعني انا راجل كبير والعتب على النظر، لو تبصيلي بس في الفحره كويس تشوفي لا يكون في حشرات ولا حاجه، اصلا انا عندي كلستروفوبيا من النمل. بعد الشر عليك، ده انت على كده بقى ما تاكلش حاجات مقليه خالص، الاحسن يعلي عليك الكلسترولوبيا. طيبه ودمها خفيف، والله خساره فيها الموت. معلش يا بنتي شهلي كده وبصي بس في حشرات ولا لا. من عيني. ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك طول العمر.
ربنا يخلي لك عيالك وعيال عيالك وتفرح بيهم. ربنا يشفيك من الكوليسترولوبيا. ايه دوا؟ مش تاخد بالك يا حاج من الحاجات اللي بتقع منك دي؟ اتفضل. وكمان بتديهولي بايدك؟ انا مستني علامات ايه تاني يا رب عشان ضميري يصحى؟ اسمعيني يا بنت، انا مش سواق ميكروباص ومش رايح الجيزه، واقول لك على الكبيره ما عنديش كوليستروفوبيا. امال انت مين؟ انا مندور قاتل مأجور. ايوه، مرات ابوكي جابتني وادتني فلوس كتير عشان اقتلك واخلص منك. مرات ابويا انا عايزه تقتلني؟ وانت ما طلحت تسوق ميكروباص وطلحت قاتل مأجور وكمان مش رايح الجيزه؟ امال مين اللي هيوديني الجيزه؟ ايه اللي مين؟ بقول لك يا بنتي كنت هتروحي الاخره، زعلانه انك مش هتروحي الجيزه؟ افهمي يا غبيه، اهربي يلا دلوقتي، اهربي يا بنتي، مرات ابوكي هتبعت حد غيري يقتلك، ده هي كانت عايزه اماره كمان حته من بيت الكلاوي. يا لهوي، ايه اتخضيتي ليه؟ تعرفي حد في بيت الكلاوي؟ لا. خلاص ما تقلقيش، اهربي انت وانا هعدي على المنوفي اجيب لمرات ابوكي ربع بيت كلاوي. انا متشكره قوي يا حاج، متشكره قوي اللي انت انقذت حياتي. ربنا ما يرميك في ضيقه، ربنا يخلي لك عيالك وعيال عيالك. طب انا هقول لك على نصيحه. ايه؟ وبخلي بالك وانت بتجيب الكلاوي لحسن يضحكوا عليك وتلقى فيها حته بيضه. بقول لك اهربي، تقولي لي حته بيضه؟ شكلك مش عايزه تهربي وعايزه تموتي. ههرب انا. سلام يا بياضه. استنى يا غندور، مع السلامه يا راجل يا مسحور يلي حياتك كلها هنا وسرور. وفضلت اجري واجري واجري لحد ما الليل نزل عليا، وفجأة لقيتني قدام بيت شكله غريب. فتحت ودخلت، لقيت قدامي ايه؟ سبع اقزام. ايه يا حبيبتي اللي انتي بتحكيه ده؟ انتي بتحكي قصة سنو وايت؟ ايه سنو دايت دي؟ حبيبتي ده فيلم كرتون. كرتون تاني؟ يعني دي مش حكايتي؟ مش مهم مش مهم، بقول لك ايه، والنبي تحكي لنا حدوته تاني. ده انت يا بنت طلعت مسليه قوي. ولا قناه كوكي؟ قناه كوكي ايه؟ بكره انت نامي دلوقتي يا حلوه، وبكره نوديكي زازو بجد. اتخدوا.